السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الشريط أقدم لكم 10 نصائح مهمة قبل اجتياز الامتحان التي قد تغير مساركم الدراسي من متعثر إلى متميز. النصيحة الأولى: حدد أهدافك. هناك فرق كبير بين أن تدرس من أجل النجاح والشهادة وأن تدرس بنية فهم وتفوق كي تصل إلى مستويات علمية عالية، لأن تحديد الأهداف الكبيرة تدفع بأصحابها لبذل مجهود أكبر من قدراتهم الأصلية. فإذا أردت أن تفجر طاقتك الكامنة فاجعل لنفسك نية وهدفا كبيرا في الدراسة. النصيحة الثانية: الهمة العالية. وأقصد بها أن تزود نفسك وتصر عليها وتعزم عليها وأن تجلس ساعات طويلة مع الكتب والبحث عن فهم الأشياء دون سأم أو ملل. فالهمة العالية قرار تتخذه وتصر عليه، فتجد نفسك تدريجيا قادرا على تنفيذه، وقد تتعجب من نفسك كيف استطعت أن تدرس هذا الحجم الكبير من الساعات. إنها همة سبقها هدف. النصيحة الثالثة: ادرس في جو ملائم. ابتعد عن كل ما يحول دون التركيز، واتفق مع أهلك على توفير هذا الجو. وإذا كنت من محبي الدراسة مع صديق أو مجموعة من الأصدقاء، فاشرط عليهم الجدية واحترام هذا الجو. النصيحة الرابعة: نظم وقتك. اجعل لنفسك وقتا خاصا بالدراسة كل يوم، وحدد فيه ما الذي تريد أن تنجزه بطريقة متوازنة كي تستطيع تنفيذه. كما يجب عليك أن تحدد وقتا للترفيه والجلوس مع العائلة، ولكن وقت الاستراحة يجب أن يكون محدد بشكل متقن بحيث لا تفقد تركيزك ويضيع يومك أثناء الترويح عن النفس، بل تعتبر أن هذا الترويح أو هذه الاستراحة من برنامج الدراسة فلا تفقد تركيزك. النصيحة الخامسة: اقرأ القرآن يوميا ولو صفحات قليلة. فالقرآن طاقة نفسية هائلة يمدك بها الله سبحانه وتعالى. قراءة القرآن تعطيك طاقة ربانية تعينك على التركيز وتدفع فيك الأمل. النصيحة السادسة: تفادى التوتر مهما حدث. فلن يفيدك التوتر، بل قد يفقدك طاقتك ويفقدك القدرة على التركيز. ولكن ما دمت تدرس بجد وبصدق فتعلم معنى التوكل على الله. أما الأمور التي قد توترك أو تدغدغ أعصابك فدع الأمر لله ولا تقلق. النصيحة السابعة: مارس رياضة المشي ولو نصف ساعة يوميا. فالمشي تنشيط للنفس ورياضة مفيدة للبدن، بالإضافة إلى أنه ليس برياضة عنيفة تصيبك بالإرهاق ولا صعبة المنال من ناحية الوقت. قد تمارسها وأنت ذاهب إلى المدرسة أو أنت راجع إلى البيت. فرياضة المشي لها عدة إيجابيات، أهمها تنظيم الدورة الدموية داخل الجسم مما يؤدي إلى إيصال الأكسجين إلى جميع خلاياه وخصوصا الدماغ الذي يحتاج إلى الأكسجين للتركيز وعمل الذاكرة بشكل جيد. النصيحة الثامنة: ابتعد عن الأطعمة غير الصحية والأشياء التي قد تؤثر على ذاكرتك أو قدرتك على التركيز، كالحلويات الصناعية والمعلبات من جهة، وكثرة استعمال وسائل معلوماتية كالهاتف الذكي والألعاب الإلكترونية من جهة أخرى، وعوضها بأشياء تنفعك في مسيرتك الدراسية كتناول الفواكه الجافة والخضر الطازجة والنوم مبكرا إلى آخره. النصيحة التاسعة:
اجعل لنفسك دعاء يومي إلى الله بالنجاح والتوفيق. يجب أن توقن أن الله يستجيب الدعاء، والدعاء يعطيك الأمل ويحفزك لمزيد من بذل الجهد. كما أوصيك أن تطلب من والديك الدعاء لك بالتوفيق والفلاح، فدعاء أمك لك باب عظيم الاستجابة عند الله سبحانه وتعالى. النصيحة العاشرة والأخيرة: ساعد الآخرين ولا تغش أبدا. هما صفتان حميدتان، إذا تحليت بهما قبلك الله سبحانه وتعالى وساعدك من عنده. ومن أجل هذا فانطلق واشرح لأصدقائك كل ما فهمته قبل الامتحان، وقم بمساعدتهم في الصعوبات التي يواجهونها، فكلما شرحت لهم كلما فهمت أنت أكثر. كما يجب عليك أن تعاهد نفسك وتلتزم بعدم الغش خلال الامتحان كي لا تحرم التوفيق الحقيقي. وتذكر دائما قول الله سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقوله أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.